قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق في شرح ألفية مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقفنا عند قوله على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل. يقول الشارح السابع من حروف الجر على، وعلى حرف جر أصلي، وفرقت لكم بين حرف الجر الأصلي والزائد والشبيه بالزائد، صحيح يا شيخ عزوز؟ وقلنا إن حرف الجر الأصلي له معنى، له معنى وله متعلق. فإذا قلنا مثلا جلست على الكرسي، فعلى لها معنى وهو الاستعلاء والتعلق. أقول جلست على الكرسي والتعلق هو ارتباط معنوي، والأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول إلى الاسم، فأعين على ذلك بحرف الجر. لا تقل جلست الكرسي، يعني جلس إلا بحرف الجر، أقول جلست على الكرسي، ده حرف الجر الأصلي. حرف الزائد إذا حذف يعني دخوله كخروجه، هو فقط يفيد التوكيد لكن لا ليس له معنى ولا يتعلق. الشبيه بالزائد مثل ربا لها معنى التقليل ولكن إيه ليس لها تعلق، ويتدخل على النكرات. على أي حال يقول الشيخ على للاستعلاء، طبعا حذف الهمزة لضرورة الوزن، لأن لو أثبت الهمزة البيت هينكسر. على للاستعلاء، يا أصلها للاستعلاء، يبقى الموضع الأول من معاني على اللي هو الاستعلاء، والاستعلاء ده قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. لما أقول مثلا خالد على السيارة، ده علو إيه؟ حسي يعني. قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، وقد يكون معنويا نحو عليه دين، عليه دين يعني كأن الدين ركبه، ها؟ بس ده ايه؟ علو ايه؟ معنوي، على للاستعلاء. وأما نحو توكلت على الله فليس من هذا المعنى، لا حسي ولا معنوي، لأن الله تعالى لا يعلو عليه شيء لا حسا ولا معنى، وإنما ذلك من باب الإضافة والإسناد، يعني أضاف توكلي واعتمادي على الله. انتهى سيدنا؟ لما قلت توكلت على الله هنا ما فيش استعلاء هنا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعلوه شيء، ده بس من باب الإضافة والإسناد يعني. يعني أسندنا التوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب الشيخ يقول على للاستعلاء ومعنى في، يعني ممكن على تستعمل بمعنى في إذا دخلت على الظرف، كقوله تعالى ودخل المدينة على حين. شوف حين ده أهو ظرف زمانه، يبقى على هنا بمعنى في، يعني دخل المدينة في حين غفلة، فعل ماضي مبني على الفتح، الفاعل مستتر
تقديره هو يعود إلى سيدنا موسى عليه السلام. المدينة مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة على حرف جر بمعنى في. حين اسم مجرور على علامة الجر الكسرة. حين مضاف غفلات مضاف إليه. من أهلها دي جر ومجرور. يبقى الشاهد إن استعملت على بمعنى عن، أيضا تستعمل بمعنى عن. نقول إذا رضي علي الأشرار غضبت إذا رضيت علي الأبرار إذا رضيت غضبت علي الأشرار يعني غضبت عني الأشرار. الشاعر يقول إذا رضيت علي بنو قشير لعمل الله أعجبني رضاه. إذا رضيت علي يعني إذا رضيت عني، وفي الغالب يأتي بكلمة رضي دي يعني رضيت عني مش رضيت علي، رضيت عني. الآن انتهى من معاني على، قال الاستعلاء وده أكثر معانيها، ومعنى في ومعنى عن. يبقى المعنى الأول الاستعلاء، وثالث معنى عن، وعن وفي. ثم انتقل إلى الحرف الثاني وهو عن. عن حرف جر أصلي وله معان، منها المجاوزة. المجاوزة ابتعاد شيء مذكور عما بعد حرف الجر بسبب شيء قبله. لما أقول مثلا انصرفت عن قرناء السوء، انصرفت عن قرناء السوء، انصرفت عن قرناء، يبقى بيقول المجاوزة ابتعاد شيء مذكور خلاص عما بعد حرف الجر بسبب شيء قبله اللي هو الانصراف ده، يعني أدى المجاوزة. ولذلك عندما نقول مثلا رميت الايه السهم على القوس والقوس على السهم، يعني حصلت مجاوزة ابتعاد، يعني فانصرفت عن قرن كان يعني ابتعدت عنه. نعم نعم. طيب يبقى عن تجاوزا، عن من معانيها التجاوز. عنا من قطفة، عنا من قطفة، دي تكملة الايه البيت. يبقى عن تجاوزا عنا من قطفة، يعني قصد من قطفتنا من اهل العلم، لأن عن تفيد التجاوز. سمعني يا أولاد ولا؟ عن تجاوزا، عنا من قد فطن، الفطانة معناها الذكاء. هذا هو المعنى الأول للإيه لعن. صح يا أولاد ولا؟ وقد تجيء موضع بعد، وقد تجيء موضع بعد، يعني تأتي بمعنى بعد. قال تعالى: عما قليل، عما أصلها عن ما قليل، فما هنا حرف جر زائد لأنها وقعت بين الجر والمجرور، أصلها عن قليل والزائد في للتوكيد. لكن في القرآن تأدبا نقول حرف صلة، عما قليل. طيب يبقى تجي موضع بعد، يعني عن قليل، يبقى عن بمعنى بعد قليل. صح يا ولاد ولا؟ عما قليل يعني بعد قليل. طيب وإيه كمان؟ وعلى، تأتي بمعنى على وهو الاستعلاء. قال تعالى: فإنما يبخل ها عن نفسه، يعني يبخل على نفسه. صح يا شيخ صابر؟ فإنما يبخل عن نفسه يعني إيه؟ على نفسه. طيب يبقى وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن، يعني مثل ما على جاءت بمعنى عن كذلك عن أتى بمعنى إيه؟ على. ده بيسموه التقارض. يعني إيه التقارض؟ يعني سلفني وسلفك. فهمت ولا لا؟ التقارض يعني مثل ما عن على جاء بمعنى عن كذلك عن جاء بمعنى إيه؟ أدي معنى كما على موضع عن قد جعل. واضح البيت؟ يعني كما جعلت عن بمعنى على خلاص؟ كما على موضع عن قد جعل.
يعني على جاءت في موضع إيه؟ عن هنا هو في البيت يا ابن، صح ولا لا؟ طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى كاف التشبيه. قل معي البيتين يا أولادي، على للاستعلى ومعنى في وعن، بعن تجاوزا عن من قد فطن، وقد تجي موضع بعد وعلى، وقد تجي موضع بعد وعلى، كما على موضع قد فعل. ننتقل إلى البيت الثالث. يقول الشيخ رحمه الله: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. من حروف الجر الكاف، وهو حرف يقع أصليا وزائدا، وأنا قلت لكم في فرق بين الزائد والأصلي. الزائد إذا حذف الكلام يستقيم، لكن الحرف الجر الأصلي إذا حذف الكلام يختل، صح ولا لا؟ ده فرق جوهري بينهم. شبه بكاف يعني اجعل الكاف حرف تشبيه، وده أكثر معانيها. قال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وهي يعني السفينة، تجري بهم في موج كالجبال، يبقى الكاف دي حرف تشبيه، صح ولا لا؟ ايه الآية اللي قبلها يا شيخ سيدنا الشيخ؟ الآية اللي قبلها يا مولانا شيخ صبر، ها؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. طيب، وهي تجري بهم في موج كالجبال. الشاهد الكاف دي حرف تشبيه، يبقى شبه الأمواج بالجبال في ارتفاع والعلو. شبه بكاف لما أقول مثلا هند كالقمر أو كالبدر، يبقى الكاف هنا حرف تشبيه وجر، يبقى الكاف حرف تشبيه وجر. شبه بكاف، هذا هو الموضع الأول، وده أكثر معانيها. ثانيا التعليل، يقول: وبها التعليل قد يعنى، يعني قد يقصد، قد يعني قد يقصد بها التعليل، وده المعنى الثاني. كقوله تعالى: واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، يعني اذكروه لهدايتكم إياه، يبقى الكاف هنا حرف تعليل، حرف يا أولاد إيه؟ تعليل. ما ده ما حرف موصول، والفعل بعده مع ما مؤول بمصدر، المصدر مجرور بإيه؟ بالكاف اللي هي تدل على التعليل، يعني واذكروه لهدايتكم. طيب، يبقى ده أدي معنى شبه بكاف، يبقى الكاف تأتي للتشبيه. وبها التعليل، ها؟ يقول: وبها التعليل قد يعنى، يعني قد يقصد، يبقى هذا هو المعنى الثاني. ثم قال: وزائدا لتوكيد ورد. وزائدا لتوكيد، دايما الزائدة وشيخنا شيخ صابر يفيد التوكيد، صح؟ قال تعالى: ليس كمثله شيء، أصلها إيه؟ ليس مثله شيء، صح يا شيخنا؟ على رأي من يقول بأنها زائدة لتوكيد نفي المثل، لئلا يلزم إثبات المثل لله تعالى، لو قيد بعدم زيادتها، إذا يصير المعنى ليس مثل مثله شيء. القول الثاني أنها غير زائدة، لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات، مثل نحو مثلي لا يفعل ذلك. طيب، يبقى لو حذفنا الكاف يا شيخ هنقول ايه؟ ليس مثله شيء، يبقى ليس مثله شيء، على ان شيء ده اسم ليس مؤخر، وهنا يا مولانا تأخر وجوبا، صح ولا لا؟ لانه نكره، صح ولا لا؟ وتقدم عليه اللي هو ايه؟ الخبر.
الخبر ده اللي هو مثل، يبقى ليس مثله شيء. لما قال تعالى ليس كمثله، يبقى الكاف ده حرف تشبيه لكنه ايه، ده زائد، يقصد به التوكيد، ما يسماش حرف تشبيه يا ولاد، ده حرف زائد. وفي القرآن نقول حرف صلة تأدبا حتى لا يظن انه في القرآن في زائد يعني. واضح يا ولاد؟ يبقى اصلها ليس. اول نعرف كيف حرف الزائد ده، دخوله كخروجه، يعني ممكن لو حذفنا الكلام يستقيم. أن تقول ما جاءنا من بشير، أصلها ممكن لو حذفنا من أقول ما جاءنا بشير والكلام يستقيم. هل لنا من شفعاء، هل لنا شفعاء، يعني لو حذفنا حرف الجر الزائد يستقيم الكلام. لكن قال وزائدا لتوكيد ورد، يبقى دايما الزائد في القرآن أو في الأحاديث أو في شعر العرب أو في كلام العرب عموما أي حرف زائد يفيد التوكيد. صح يا سيدنا؟ طيب يعني مثلا ليس، لما قلت لست عليهم بمسيطر، قال لا أصلها لست عليهم مسيطرا، وما ربك بغافل، أصلها وما ربك غافلا، لكن دخول حرف الجر الزائد ده يفيد إيه؟ التوكيد. خلاص إحنا عرفنا. يقول شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، قد يقصد، وزائدا لتوكيد ورد. يبقى الكاف تأتي للتشبيه وللتعليل، وتأتي زائدة للتوكيد. خلاص يا أولاد؟ طيب واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل، من حروف الجر ما لفظه مشترك بين الحرفية والاسمية، وهو خمسة. الكاف، الكاف دي يا أولادي قد تستعمل اسما وقد تستعمل حرفا، صح؟ طيب نشوف كده. الحرف اللي هو اللي تقدم اللي تفيد يعني ايه، التشبيه والتعليل طيب، وقد تخرج عن الحرفية وتكون اسما مبنيا بمعنى مثل في محل رفع فاعل، ما عاتب العاقل كنفسه، ما عاتب، نشوف المثال اهو، ما عاتب العاقل ها كنفسه، صح كده؟ ادي كنفسه. الكاف اسم بمعنى مثل، ما عاتب العاقل مثل نفسه، فهمت ولا لا؟ يبقى ده ها دبداء، دي فاعل، صح يا ولادي؟ ما نقولش انها حرف، لا ده هي اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، نعم. ما احنا قلنا يا شيخنا بتتردد بين الحرفية وبين الاسم، يعني انت لو قلت يا مولانا هند كالقمر، اذا اعتبرتها حرف تشبيه خلاص، حرف تشبيه وجر، وممكن تعتبرها اسم معنى مثل، اقول هند مثل القمر، يبقى اصبحت مثل خبر، صح؟ يبقى لما اقول هند كالقمر، هند ده مبتدا، صح يا مولانا؟ كالقمر الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، يعني هند كائنة أو مشبهة القمر أو تشبه القمر، وممكن تجعلها يا شيخنا إيه؟ ما أنا بقول لك دي في خمس في خمس حروف تتردد بين الحرفية والإسمية، ماشي؟ يبقى عرفنا حكاية إيه ها؟ واستعمل اسما، واستعمل اسما، تبقى استعمل اسما بمعنى إيه يا شيخنا؟ مثل وكذا عن، عندي كما قلنا الأصل أنها حرف يفيد المجاوزة، صح يا شيخ؟ زي ابتعدت عن قرناء السوء. وقد تخرج عن الحرفية وتكون اسما مبنيا بمعنى جانب، بمعنى يا شيخنا إيه؟ جانب. أنت مش معاك ال هات المثال بتاع ابن عقيل، يلا هات البيت الشعر ها؟ بعدما تم ايه ظمؤها غدت ها، خد بالك اهو، غدت من عليه، صح يا اولاد ولا لا؟ غدت من غدت من ايه؟ طيب لا ده مثال لعلى يا مولانا، لا انا عايز مثال ها
شوف من عن يمين، خذوا بالكم كيف نعرف ان عن اسم اذا دخل عليه حرف جر، لان حرف الجر لا يدخل على حرف جر. ولذلك يقول يا شيخ انتبه كده، وكذا عن وعلى من اجل ذا، من اجل مجيئهما اسما عليهما من دخل. فهمت ولا لا؟ يعني عشان تعرف ان من عندي تستعمل اسم وعلى تستعمل اسم اذا دخل عليهما من الجر. لو اعتبرنا على حرف الجر، حرف الجر لا يدخل على حرف الجر، لان حروف الجر تدخل على الاسماء بالجر والتنوين والندى وال، والمسند الاسم تمييز حصل. يبقى كيف نعرف ان عن اسم اذا سبقت بحرف جر؟ فالشاعر لما قال من عن يميني، من عن يعني من جانب يميني، يبقى عن هنا ليست حرفا وانما هي اسم بمعنى جانب. الدليل دخول حرف الجر عليه. طيب وعلى، على ايه؟ هات المثال بتاع على. لما اقول مثلا تمر من على منزلنا الطائرات، تمر من على ها منزلنا الطائرات، يعني تزور تمر من فوقنا. فهمت ولا لا؟ يبقى على هنا بمعنى فوق، ده اسم يعني. يبقى بعد ما واستعمل اسما اللي هو كاف التشبيه، عرفنا بمعنى مثل. وكذا عن وعلى من اجل ذا، من اجل ذا، ذا اسم اشاره لمجيء اسما يعني، من اجل مجيء اسما عليهما من دخل. خلاص كده يا اولاد؟ طيب هات البيت اللي بعده. ها؟ طيب نقول البيتين دول يا اولاد، يلا كده. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من اجل ذا عليهما من دخل. يلا هات اللي بعده، البيت اللي بعده يلا. ها ها من حروف الجر مذ ومنذ ولهما استعمالان، ان يكون اسمين وذلك في موضعين اذا دخل على اسم مرفوع. لما اقول مثلا ما رايت عزوزا منذ يومان، منذ ايه؟ لو قلت منذ يوم الجمعه أصبح ده حرف جر بمعنى من، يعني إذا جاء بعدهما اسما مجرورا فهما حرف، صح ولا لا؟ حرف جر بمعنى من إذا كان الزمان ماضي. إذا كان حاضر، ما رأيت عزوزا منذ يومنا يعني معناها في يومنا. يبقى دايما منذ ومنذ مختصان بالدخول على الزمن الماضي أو الحالي، الحاضر يعني، صح يا شيخنا؟ إذا جاء بعدهما اسم مرفوع كهذا الذي أتينا به الآن، يبقى أصبح مذ ومذ اسمان، صح يا شيخنا؟ والمسألة دي مذكورة تفصيلا في مغنى الإيه؟ اللبيب. طبعا بعض العلماء اعتبر منذ دي خبر مقدم ويوما مبتدا مؤخر أو العكس، وقدروا يعني ما رأيت عزوزا منذ يومان يعني أمد الرؤية يومان، أو أمد انتفاء الرؤية يومان، فاعتبروا ده أسماء. يبقى متى تستعمل منذ ومنذ اسمان يا أولادي؟ إذا جاء بعدهما إيه؟ اسم مرفوع. فهو يقول فمنذ مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، ويومان خبر، وهذا هو الأحسن، ويجوز إعراب كل منهما ظرفا مقدما متعلق بمحذوف خبر مقدم. يعني بيني وبين الرؤية يومان. يبقى أنت مخير، لو قلت منذ يومان يعني أمد انتفاء الرؤية يومان، يبقى ده مبتدأ ويوما خبر. لو حبيت منذ ده اجعلها خبر، اجعلها ظرف، يعني بيني وبين رؤيته يومان. فهمتوها؟ فاهم يا عزوز؟ يبقى إذا جاء بعدهم اسم مرفوع يبقى منذ أو مذ، خلاص؟ إما مبتدأ يبقى تقديره أمد انتفاء الرؤية يومان، أو تجعله خبر محذوف، عفوا خبر مقدم، يعني بين وبين رؤيته يومان، صح كده؟
طيب يقول ومذ ومنذ اثنان حيث ايه؟ حيث رفع او اولي الفعل كجئت مزدعى. اولي الفعل خلاص يا اولادي، ايه حكايه اولي الفعل؟ يعني اذا دخل على الجمله الفعليه وده الغالب، اسرعت اليك مزدعوتني، اسرعت اليك مذ او منذ دعوتني. طيب لاحظ انه وليهما جمله فعليه اللي هي دعوتني، صح ولا لا؟ وممكن تكون اسميه، ما خرجت منذ الجو ممطر، ما خرجت منذ الجو اقول ممطر، دي جمله اسميه مكونه من مبتدا وخبر. فمنذ ظرف زمان مبني على الضم في محل النصب، والعامل فيه الفعل قبله وهو مضاف للجملة بعده. صلوا على الحبيب. احنا الآن مش هنعربه حرف جر، ده هنعرب ايه؟ لما اقول اسرعت اليك مذ او منذ، لو قلت مذ يبقى ده ظرف زمان مبني على السكون، منذ ظرف زمان مبني على الضم، الجملة الفعلية دي في محل جر مضاف إليه، صح؟ ليه؟ لأن منذ أضيفت إلى جملة زي حكاية إذ وإذا، صح يا عزوز؟ يعني عندنا إذ، إذ يا شيخنا ده بيسموه العلماء ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه. فاهم حاجة عزوز؟ مش فاهم حاجة صح؟ مش فاهم. يعني أخوك صديقك ده اسمه إيه؟ محمد. محمد عين سفيرا لمصر، فأنت قلت السفير هذا كان صديقي، فلم يصدقها أحد، فذهبت إليه وسلمت عليه فقال من أنت؟ قلت أنا صديقك فلان، فلم يعرف. قلت له تذكر إذ كنت صديقي في المدرسة الفلانية، إذ كنت يبقى ده ظرف لما مضى من الزمان، خلاص؟ إلا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا، إذ هما في الغار، يبقى إذ يضاف إلى جملة اسمية أو جملة إيه؟ هما في الغار، يبقى ده جملة اسمية في محل جر مضاف إليه. أخرجه الذين كفروا، دي جملة فعلية، يبقى إذ تضاف إلى جملة اسمية وتضاف إلى جملة إيه؟ فعلية، صح يا أولادي؟ بعكس بقية الأسماء، يعني عندنا قلم، قلم الأستاذ يضاف إلى مفرد، كتاب النحو، حجرة الطلاب، لكن إذ تضاف إلى الجملة الاسمية والفعلية، إذا تضاف إلى الجملة الفعلية، إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر، جاء نصر الله، يبقى إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. خافض لشرطه، يعني ايه خافض لشرطه؟ يعني فعل الشرط، جمله فعل الشرط في محل جر مضاف اليه. على اية حال يا شيخ صابر؟ اذا قلت اسرعت اليك منذ دعوتني، اصبحت منذ ده ظرف، الظرف ده شوف منذ، والمفروض في الظرف ان يكون منصوب، صح ولا لا؟ زي مثلا صمت يوم الخميس، جلست فوق الدار، لكن ده ظرف مبني في محل نصب. طب إذا كان مبني على الضم في محل نصب، أين ناصبه؟ الفعل ده، الفعل ده، خلاص؟ وبعد ذلك هو نفسه مضاف لهذا ده، زي ما أقول مثلا صمت يوم الخميس، خد بالك صمت يوم الخميس، ها مين اللي نصب يوم يا أولادي؟ صام اللي هو الفعل ده، لأن ده اسمه عامل، يعني هو الذي عمل النصب في الظرف. بعد كده بقول الظرف ده ظرف منصوب علامة نصب الفتحة، يوم مضاف والخميس أهو تمام، يوم ده أضيفت إلى إيه؟ ها؟ إلى مفرد، وممكن تضاف إلى جملة، هذا يوم ينفع الصادقين، فهمت ولا لا؟ يبقى يوم ينفع الصادقين أضيف إلى إيه؟ جملة. لكن منذ ومنذ إلى وإذا جاء بعدهما جملة فعلية أو جملة اسمية يبقى في محل جر مضاف إليه.
خلاص. يبقى متى تكون مذ ومنذ اسمان؟ متى تكون مذ ومنذ اسمين؟ في حالتين. خلاص، اذا جاء بعدهم اسم مرفوع، ما رايت عزوزا منذ يومان، او منذ يوم الجمعه، صح ولا لا؟ او جاء بعدهما جمله فعليه او جمله ايه؟ اسميه. عشان كده بقول ومذ ومنذ اسمان حيث رفع، يعني ايه؟ يعني جاء بعدهما اسم مرفوع. او اولي الفعل، يعني اولي الفعل يعني جاء بعدهما فعل. خلاص، كجئت مذ دعا. خلاص يا اولاد، فاهمين البيت؟ فاهم يا عزوز؟ ما انا شرحتها قبل ما تيجي يا شيخ، قلت لو جه بعد اسم مرفوع اما ان تعرب خبر مقدم اذا جاء بعدها فعل، لا هتبقى ظرف زمان. يعني مذ يبقى ده ظرف مبني، ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، ناصبه الفعل اللي ده، وبعد كده مذ مضاف وجمله دعوتني في محل جر مضاف اليه. طب منذ ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب، ناصبه الفعل ده، وبعد مذ مضاف ودعوتني مضاف اليه. واحنا شبهناها بيوم الخميس، لما اقول صمت يوم الخميس، فيوم ظرف زمان مثل منذ ومذ، الظرف ده منصوب ناصبه الفعل ده، هو في نفس الوقت اضيف الى الخميس، بس ده اضيف الى جمله اسميه او فعليه. خلاص يا شيخ؟ طيب، ثم بتقول يا شيخنا وان يجر في مضي فكمن، ما انا قلت لك اهو، يعني اذا جاء بعدهما اسم مجرور بس يكون زمن ماضي، ما رايت عزوزا، خد بالك اهو، منذ يوم الجمعة، وإن يجرى في مضي، يعني إذا جاء بعدهما اسم مجرور بس إيه؟ ظرف زمان ماضي. فهمت ولا لا؟ ما رأيتم منذ يوم الجمعة، يبقى ده ظرف زمان ماضي أهو، صح يا أولاد ولا لا؟ يبقى منذ ده حرف جر معنى من، كأنك قلت ما رأيت عزوزا من يوم الجمعة، هذا معنى وإن يجرى في مضي فكمن، يبقى حرف جر مثل من بالضبط. فهمتم يا اولاد ولا ركزوا معايا، فهمتم؟ طيب، وفي الحضور معنى في استبن، في الحضور لما اقول ما رايت عزوزا منذ يومنا، يعني معناها ايه؟ في يومنا لم اره. واضح يا اولادي؟ يلا قول مع الابيات، ها، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا، ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا، أو أولي الفعل كجئت مذدعا، وإن يجر في مضي فكمن، هما وفي الحضور معنى في استبن. يعني معنى في، وطبعا استبن يعني اتضح من هذا. البيت اللي بعده ايه يا مولانا؟ كلمة ما. خلاص كده؟ طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.